أحسن وش من أغرب الأشياء اللي أنت كنت شفتها يعني؟ أغرب الأشياء أنا سويتها. أنت؟ إيه. أنا ما أعطي خوية عينية تلفزيون. بس لا. شلون تلفزيون؟ تلفزيون هذا صارت نزالة عينية. قلت تواهق ما عندي تلفزيون إيش سوي؟ أعطيه تلفزيون. هذا أنت حقي بعد. مو بديش أنا اشتريت له. دقيقة لحظة. أنت في يوم زواجه حضرت بالشاشة. شاشة مستعملة بعد. السيارة في السيارة معي كانت ما دخلت فيها القاعة للأمانة. هي كانت شاشة كم بوصة بالله؟ والله ضارنا 42 ما أدري يمكن أدق علي شيء أسأله. ما قصرت. إيش كانت ردة فعل الرجال أول ما جيتها؟ والله إنه فرح فيها. وإلى يومك شفت الحين يمكن مر على زواجها 10 سنوات تقريبا عرفت وإلى يومك يذكرها. يعني شوف هذا والله أنا هذه الأشياء اللي أحبها صراحة. الأشياء اللي لها كذا لها طعم رمزيات قصدي إيه أشياء كذا رمزية غير الفلوس تجي وتروح يعني مثلا ممكن أنا أجي ممكن أعطيه أحط له بظرف 10,000 ريال مثلا ممكن يخلصها بسفرة أو ممكن تروح هباء منثورة لكن لما كنت تخيل مثلا أعطيته شيء مثلا خلنا نقول قيمته 200 قيمته 300 مبلغ رمزي لكن يقعد عنده العمر كله أو خلنا نقول هدفه أصلا على النفس غير أنه يعينه ويساعده في الشيء هذا في حياته يعني لا تلقاه يستخدمه يقعد يعيش طول عمره وهو يستخدم هذا الشيء وما ينسى قاعد اتخيل سعدون اذا تزوج اخويه جاي يرجع الشاشه يعني ليش لازم نرجعها خاصه ضان خربت اتوقع صار 10 سنين ما فيها بركه لا والله مبروك 10 سنوات مدري 9 سنوات لا والله ما قصرت